السلام عليكم. يستمر الريال اليمني في التهاوي بالنسبة لعملة أصبحت منتوفة الريش، تستطيع الهبوط ولا تستطيع التحليق من جديد. ليس بفعل الكوارث الطبيعية، لكن بفعل فاعل منذ الانقلاب والاجتياح إلى عاصفة الحزم التي دهورت المتدهورة أصلا. يمضي ما تبقى من النظام إلى ما يمكن أن نسميها بالهاوية السحيقة، بعد أن عاش النظام الاقتصادي منذ ثلث قرن على الحافة أو بسياسة الانهيار البطيء والتدريجي. وبات اليمنيون يعايشون القفزات الجنونية لسعر صرف الريال مقابل العملة الأجنبية. الأرقام مهولة، والدولار يقترب من حاجز 500 ريال، وهذا يعني أن سعر الصرف تضاعف بنسبة 100% منذ حكومة الوفاق التي شهدت استقراراً اقتصادياً ومالياً هو الأفضل منذ ثلث قرن على الأقل. لا معالجات واضحة وملموسة، وتظل الوعود التي يتم الحديث فيها عن وديعة سعودية معالجات إعلامية أكثر من كونها معالجات عاجلة وضرورية لنظام مصرفي ومالي يمشي حافي الودائع وعلى الحديدة كما يقال. المساء اليمني يناقش الارتفاع المتسارع للعملة الوطنية مقابل العملة الأجنبية في ظل النهب المنظم للموارد المالية من قبل الميليشيا واكتفاء الشرعية والتحالف العربي في البقاء بمقاعد المتفرجين كجزء من الجمهور وليس كلاعبين فاعلين في المشهد الاقتصادي والعسكري والسياسي. نبدأ النقاش في حلقتنا هذه مشاهدينا الكرام بعد مشاهدة هذا التقرير. تمضي العملة إلى الارتفاع وعجلة الاقتصاد على شفا بنك انهار، انهار منذ تحولت الخزينة المالية إلى مجهود حربي، ومنذ تم نقل البنك إلى عدن كقرار غير متبوع بإجراءات مالية من قبل الشرعية والتحالف لإنقاذ ما تبقى من اقتصاد يمني أصبح في حفرة عميقة. تربض الميليشيا الحوثية في صنعاء وتختطف السيولة المالية من أفواه الشعب الفقير، وتتعقب محلات الصرافة وتنهب أموال اليمنيين كعصابة منفلتة بعين مفتوحة على المال وأخرى على السلاح، امتدادا للمنظومة ذات الجوع التاريخي للسلطة والثروة. مع التدهور المستمر في قيمة الريال أمام العملات الأجنبية والتي تجاوزت 52% منذ بداية الحرب التي تشهدها اليمن منذ الانقلاب والاجتياح، ارتفعت الأصوات المحذرة من مخاطر تجاهل الملف الاقتصادي. الجهات الرسمية الجامدة إزاء التدهور الاقتصادي أثمرت عن وعود سعودية وفقا لبيانات صادرة عن الرئاسة اليمنية بوديعة سعودية تبلغ 2 مليار دولار في فبراير عام 2017، وتكررت الوعود في نوفمبر من العام نفسه، ثم انتهى عام وبدأ عام جديد ولا جديد في دعم العملة. رحل 2017 وبدأ العام الذي يليه والوديعة السعودية لم تصل، وفقا لمصدر في البنك المركزي اليمني، على رغم أهمية الإسراع في إيداعها، حيث سجل الدولار الأمريكي مستوى قياسيا أمام الريال بلغ 480 ريالا. في الجانب الشرعي لم تعلن الموازنة العامة بشكل رسمي للرأي العام، والتي من المفترض أن يتم تقديمها إلى البرلمان الذي أصبحت اجتماعاته في علم الغيب، ولم تقدم أيضا في الاجتماعات الدورية للحكومة حتى اللحظة. في مربعات الانقلاب الحوثيون يضاعفون من أسباب الانهيار الاقتصادي والمالي، ووصل الأمر إلى اقتحام الميليشيا لمحلات الصرافة الكبرى ونهبها، في إشارة إلى أن الميليشيا التي نهبت الأموال العامة في طريقها لنهب الأموال الخاصة. مجدد الترحيب بكم مشاهدينا الكرام، كما أرحب بمن ينضم إلينا عبر الهاتف، أستاذ حسام السعيدي الباحث الاقتصادي من أنقرة. أهلا بك أستاذ حسام. أهلا وسهلا بكم وشكرا لاستضافتكم. حياكم الله. أهلا وسهلا. إذن أستاذ حسام، دعنا نبدأ بمعرفة الأسباب الاقتصادية لتدهور سعر صرف الريال اليمني أمام الدولار الذي اقترب من حاجز 500 ريال يمني للدولار الواحد. نعم، طبيعة الحال قيمة أي عملة ابتداء هي انعكاس لقيمة وقوة اقتصاد البلد ذاته. يعني ما عدا هناك بعض الحالات التي يتم تخفيض فيها قيمة العملة لسياسات معينة، ولكن في الأساس انهيار المنظومة الاقتصادية وغياب دور الدولة يضعف من قيمة عملتها مباشرة. هذا كسبب نفسي قبل أن يكون حتى سبب اقتصادي مباشر. هذا الأول. ثانيا، طبعا من المعروف أن الإجراءات التي قامت بها الميليشيا عقب سيطرتها على البلد بشكل عام
نهب منظم ومستمر للاحتياطات النقدية، وهناك تسرب من الأموال لم تعد تصل إلى البنك المركزي ويتم صرفها وفقا لما تقتضيه مصلحة الميليشيا وليس على النقيض الذي كان يفترض أن تعود الدورة النقدية وأن يتم المحافظة عن سعر الصرف في هذه الظروف. هذه نقطة أولى. نقطة أخرى أيضا الإصدار النقدي الذي ما يزال مستمرا ودون غطاء يذكر، وهذا بطبيعة الحال يؤثر بقوة على سعر الصرف ويؤدي إلى تدهور قيمة العملة الوطنية. وفي ذلك عملية التزوير للعملة الذي يفقد القيمة والثقة بالعملة المحلية من قبل المواطن. ضف إلى هذا كله أيضا نقص تحويلات المغتربين بالعملة الأجنبية وغياب غياب رؤية من قبل الحكومة لإعادة ضخ النفط والصادرات بشكل عام وعملية تحصيل للإيرادات الحكومية بما يخفف من عملية الطلب على الدولار في الداخل من أجل تغطية الواردات. إلى جانب هذا كله هناك أيضا ما يشبه الفشل في الرقابة والتحكم بسعر الصرف. هناك طبعا بعض السياسات التي تم اتخاذها من قبل، وخاصة عندما كان المحافظ السابق بن همام، ولكنها أيضا باءت بالفشل، لأن المشكلة ليست فقط مرتبطة بالبنك المركزي أو بالسلطات النقدية، وإنما هي عبارة عن يعني منظومة متكاملة سواء من قبل الحكومة ومن قبل الجهاز المصرفي ومن قبل البنك المركزي كرأس للنظام أو رأس للحرم المصرفي بشكل عام. وبالتالي فهذه التداعيات كانت يعني متوقعة تقريبا، بل أن هناك من يذهب بالقول بأن الريال اليمني صمد كثيرا قبل أن يبدأ بالانهيار، ولعل ذلك مرتبط كما ذكرنا في البداية كان بضعف الاستيراد أدى إلى تماسك الريال قليلا، ولكن الآن عندما فتحت المعابر بشكل أكبر أدى ذلك إلى زيادة الاستيراد، وبالتالي أيضا إلى زيادة عملية المضاربة في السوق على الدولار، وبالتالي هذا الانهيار شبه المتواصل. ولكن في خلاصة الأمر فإن انهيار الريال هو نتيجة منطقية لانهيار لا نقول فقط ضعف أو تخرفل، ولكن لانهيار العملية الاقتصادية بشكل عام والنظام الاقتصادي. هناك الآن دور تقريبا شبه غائب للحكومة الجهاز المصرفي. بالحديث عن الحكومة أستاذ حسام، يعني الآن أنت تحدثت على أن هناك ضعف رؤية حكومية بخصوص الكثير من النقاط، ما ينعكس على عدم قدرة أو عدم وجود الدولار بالداخل إلى حد كبير، أو صرف العملة الأجنبية في جهات خارجية أو لدى جهات خارجية. كيف تقيم الأداء الحكومي بخصوص الملف الاقتصادي عموما وبخصوص الريال وسعر صرف الريال أمام العملات الأجنبية بالتحديد؟ طبعا للتوضيح هناك ثلاث سياسات كان يجب أن تتضامن، سياسات اقتصادية مالية أي أن تقوم بها الحكومة، لكن مع الأسف هذا الأمر شبه غائب لغياب الموازنة العامة للدولة. وغياب الموازنة العامة للدولة يعني غياب الرؤية الاقتصادية بحد ذاتها وغياب قدرة الحكومة على التحكم في هذا المجال. وبالتالي بقي الأمر تقريبا بيد البنك المركزي، لكن بالمقابل هل البنك المركزي قادر على التدخل؟ في حقيقة الأمر كان القرار التعويم اعترافا صريحا أو ربما نقول خجولا بعدم قدرة البنك المركزي على التحكم، وهو بالفعل يعني كان أمرا أثقل كاهل البنك المركزي وخلف ديونا كثيرة بالنسبة للبنك المركزي. ناهيك أيضا لا ننسى الأداء السلبي والسيء، لا يجب أن نلصق المشكلة فقط بالحكومة. الحكومة هي تتحمل جزء كبير، ولكن أيضا الميليشيا تتحمل جزء كبير. هل تعلم بأن الدين العام الداخلي فقط بلغ تقريبا 5 تريليون ريال، وإضافة إلى ما يقارب 7 مليار دولار؟ يعني هنا أن الجهاز المصرفي والجهاز المالي بشكل عام يتم استنزافه لمصلحة الميليشيات. هذه المبالغ الضخمة هي عبء في الحقيقة، وتحمل أيضا عبء على الأجيال، وبالتالي في هذه العوامل المتكاتفة مع بعضها تخلق هذه المشكلة، وهي طيب. متعاضدة مع الأسف ضد الريال اليمني الذي يفقد قيمته باستمرار. لكن كحكم عام ممكن أن نستطيع أن نقول بأن هناك فشلا حكوميا في تجاوز الصدمات التي يتعرض لها الريال، أو دعنا نتساءل في وجود عمليات وقائية. نعم، لا توجد عمليات وقائية.
والتحرك هو تحرك بعدي وليس قبلي مع الأسف. وهذا طبعا له عدة عوامل كما ذكرت في البداية. طيب. غياب السياسات المالية الحكومية كموازنة مفهوم بهذا الخصوص. نعم. تحديدا أستاذ حسام أرجو أن تتفضل بالبقاء معي. أرحب بمن ينضم إلينا الآن مستشار رئيس الوزراء دكتور متعب بازياد الذي ينضم لنا عبر الهاتف من الدمام. أهلا بك دكتور. أهلا وسهلا بكم. حياكم الله. حياكم الله دكتور. إذا يعني قبل أيام كان هناك حديث عن موازنة الحكومة للعام 2018 الموازنة التقديرية، ما الجديد بهذا الخصوص دكتور؟ شكرا لكم على هذه الحديث وعلى تسليط الضوء على هذه القضية. الحقيقة أن الحكومة يعني أول مرة من ثلاث سنوات يعني سنوات الحرب الأنجاز أن تقبل التحدي في قضية إعداد موازنة عامة الدولة رغم الشتات التي تعيشها اليمن ورغم الانقسام أيضا في الداخل بين صنعاء وعدن ورغم أيضا شحة الموارد بالنسبة للحكومة الشرعية وأيضا استحواذ الانقلابيون على كثير من موارد الدولة. لكن قبول الحكومة لهذا التحدي أعتقد أنها فرصة مهمة جدا وأيضا أن تتيح أيضا للأخوة كزميل في الاستديو لديكم وغيره من الاقتصاديين والمصرفيين والماليين والخبراء بهذا الشأن أن يناقشوا هذه القضية بشفافية حقيقة وبموضوعية من حيث أن الحكومة أيضا من خلال مؤشرات قدمها المعنيون في الحكومة من وزارة المالية ووزارة النفط من خلال أيضا إيرادات الضرائب والزمارك وغيرها سيتم تحديد موازنة عامة للدولة خلال 2018. متى متوقع الإعلان دكتور؟ التوقعات التي يمكن أن تأتي خلال العام تفضل. متى يتوقع إعلان الموازنة التقديرية دكتور؟ طبعا هو في الظروف الطبيعية يجب أن تعلن الموازنة بداية العام يعني. لكن هناك لجنة تم تشكيلها للموازنة من المختصين في وزارة المالية والبنك المركزي والوزارات الإدارية وغيرها من الهيئات والمؤسسات الحكومية ذات العلاقة وستنجز هذه الموازنة خلال الأيام إن لم أقل الأسابيع القادمة. لكن أيضا هي بحاجة إلى كثير من المعلومات كثير من البيانات وأنتم تعرفون ماذا حصل خلال الثلاث سنوات الماضية من استنزاف كبير للعملة الصعبة للاحتياطي العام للدولة للمخزون البنك المركزي للعملة الصعبة وغيرها من هذه الموارد في ظل شحة موارد من الضرائب والجمارك والنفط وغيرها. أيضا الانقسام الحاصل وإدارتين للدولة في اليمن في صنعاء من قبل الإنقلابيون وفي عدن الحكومة الشرعية أيضا هذه من العوائق الكبيرة. أيضا البيانات الكبيرة وكافة البيانات الخاصة والمؤشرات في التخطيط والتنمية هي موجودة بدواوين الوزارات في صنعاء وشحة المعلومات. طيب لماذا لم تقم الحكومة إلى الآن دكتور بجهودها الخاصة يعني تنفيذ القرار الكامل بنقل البنك المركزي إلى عدن؟ لماذا لم يتم النقل بشكل كامل إلى الآن؟ ما الذي يعيق؟ طبعا تم نقل البنك المركزي إلى عدن لكن أيضا تم نقل البنك المركزي لم يتم نقل هناك عملات صعبة ولم ينقل حتى التريليون من العملة المحلية التي كانت في البنك المركزي في صنعاء. هذه عدة كبير جدا الناس تم نقل البنك المركزي بقرار شجاع من رئيس الجمهورية وبخطوة مهمة جدا في هذا الجانب. ولولا لم يتم نقل البنك المركزي لما تمكنت الحكومة من دفع مرتبات معظم الموظفين في القطاع المدني والعسكري في المناطق المحررة. لكن هذه خطوة أعتقد أن قضية الآن أيضا البحث عن إيرادات وتعويل الحكومة بشكل واضح والرئاسة في مناشدة الأخوة والأشقاء التحالف العربي على ايضا اسناد الحكومه في هذا الجانب. واعتقد ان هناك ايضا مؤشرات مهمه جدا من جانب الحكومه السعوديه والشقه في المملكه العربيه السعوديه على دعم الحكومه في هذا الجانب. يعني هو كان هناك حديث دكتور عن وديعه مقدره بملياري دولار، ما الجديد بهذا الخصوص؟ الحديث كان في بدايه العام الماضي ثم في نهايته، الان الى الان لم يعني ليس هناك ايداع لهذا المبلغ، ما الجديد؟ مجلس الوزراء ناقش هذه القضية وأيضا تكلف المختصين في الحكومة من البنك المركزي والمالية والتخطيط لمتابعة هذا الأمر مع الأشقاء والأمور تجري بسلاسة.
في 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 هذا الجانب. لكن على كل حال نحن نعتقد ان ايضا التفكير في اعداد الموازنه هي خطوه مهمه جدا من قبل الحكومه لايضا وضع الراي العام بصوره واضحه وبشفافيه في موضوع الايرادات والمصروفات للحكومه، وان كان هناك تحديات كبيره لكن قبول التحدي في هذه المرحله، وايضا الحديث عن موضوع الان تدهور العمله وغيرها من 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 المشاكل الماليه والمصرفيه التي تعاني منها ايران. هذه القضايا نناقشها الان بكل وضوح في الحكومه، وتناقشها الحكومه ايضا مع الاشقاء في الاتحاد العربي، لاننا الان بصدد اعداد موازنه اولى للحكومه في اليمن. من 3 سنوات لم تعد موازنه، من 3 سنوات نعاني من حرب. الاخ الذي تحدث عن قضيه الاجراءات الوقائيه لتوقيف تدهور الريال، اعتقد اننا نعيش في حاله طوارئ، في حاله حرب. وقضيه الامور الوقائيه نحن الان نعيش في حاله اسعافيه او حاله طوارئ ومواجهه طوارئ كبيره جدا وكوارث، واهم كارثه هي كارثه الحرب على كل حال. طيب دكتور، يعني نعم دكتور، يعني الان يعني عندما الحديث عن صعوبات، هناك من يتحدث عن ضروره مواجهه الناس بهذه الصعوبات. الحكومه قد تصرح، لكن البنك المركزي الى الان لا يقدم تصريحات كافية لوسائل الإعلام. المساء اليمني حاول التواصل مع قيادات في البنك المركزي وأعضاء في مجلس الإدارة، كان هناك حديث على أن هناك عدم قدرة بسبب وجود تعميمات تمنعهم من الحديث في وسائل الإعلام من قبل محافظ البنك منصر القعيطي الذي يقيم خارج اليمن وليس في اليمن، وهناك انتقادات لعدم وجوده في عدن إلى آخره. هذا الأداء السلبي مع وسائل الإعلام إلى متى سيستمر في ظل هذه الصعوبات؟ نحن لا ننظر للموضوع بشكل سلبي أخي العزيز، ولكن ننظر إلى أن البنك المركزي اليمني هو جهة مالية مستقلة استقلالا كاملا، بحيث أنها تدير شؤونها الفنية بمهنية وبمسؤولية، وهي التي تقدر متى تصرح ومتى تفصح في هذه القضايا. ولكن في الحقيقة هي أيضا عندما نتحدث عن البنك المركزي اليمني نتحدث عن الإيرادات، عن المصروفات، عن موازنة الدولة التي نهضت. هذه قضايا الناس لا يتحدثون عنها، يتحدثون عن ماذا في البنك المركزي. الامور اعتقد انها بالتفكير والحد من هذه القضيه ووضع الشعب اليمني في 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 وضوح من الموارد والمصروفات، اعتقد ان اعلان الموازنه العامه سيحد من هذه القضايا وسيعلم شعبيه الارقام المتاحه للحكومه حاليا، وبالتالي سيتم ايضا اتاحه الفرصه للاخوه الذين المختصين والخبراء ان يناقشوا ارقام في الموازنه وان يقدموا ايضا مقترحاتهم التي الحكومه بحاجه اليها ونصائحهم في هذا الشان من خلال تنميه الموارد وايضا تقليل المصروفات الا في 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 الحاجه الضروريه والملحه، خاصة ما يتم في جانب الخدمات. والحكومة خلال السنوات الماضية وخلال السنة الماضية خاصة أنجزت كثير من المشاريع بدون موازنة، يعني لكن هي أنجزت في المشاريع في الواقع، وفي موارد دخلت إلى الحكومة أنجزت فيها مشاريع موجودة على أرض الواقع، في الكهرباء، في المياه، في الطرقات وغيرها. ونحن بصدد تطلع إلى أكثر من هذا، وهو خلال برنامج حكومي واضح بموازنة يتم فيها رصد مشاريع واضحة في كل المحافظات المحررة، فيها أيضا تنمية الموارد، بحيث أن احنا أيضا نفي بالتزاماتنا خاصة في قضية المرتبات كحد أدنى. هذه قضايا مهمة جدا وملحة ومورقة للحكومة حقيقة الأخير، وأنتم تتابعون اجتماعات الحكومة تناقش هذه القضايا باستفاضة، وأعتقد أنها تعقد الآن الحكومة أكثر من اجتماعين ثلاثة في الاسبوع لمناقشه هذه القضايا، وهذه قضايا ملحه. والان الحكومه في معظم الوزراء ونواب الوزراء والحكومه في عدن عاكفون على هذه القضيه، واعتقد اننا من خلال ايام او اسابيع قليله سنكون امام موازنه عامه للدوله الاولى من نوعها من 2014. اشكرك دكتور متعب زياد مستشار رئيس الوزراء، كنت معنا عبر الهاتف من الدمام. اعود الى الأستاذ حسام السعيدي الباحث الاقتصادي. أستاذ حسام، سمعت حديث الدكتور متعب، ما هي أبرز النقاط التي يجب التعقيب عليها؟ تفضل. نعم، الحقيقة نحن كمتابعين للوضع الاقتصادي ندرك تماما صعوبة الموقف الحكومي، وندرك طبيعة المرحلة وتعقيداتها. من يهمل هذه العوامل وهذه النقاط فهو لا يقرأ الواقع بموضوعية.
الوضع ليس فقط مرتبط بإصلاحات اقتصادية، وإنما بإعادة إعمار برد مظالم وإلى آخره. ولكن بالمقابل أيضا كان بإمكان الحكومة أن تسرع من عملية الإنجاز في هذا الملف بالذات، وفيما يخص الموازنة العامة للدولة، وفيما يخص أيضا محاولة لنشر بعض البيانات التي من خلالها يمكن إطلاع الرأي العام على ماذا يدور في حقيقة الوضع الاقتصادي. فمثلا تم الإعلان عن تصدير شحنات من النفط، ولكن لم يتم التعقيب بعد ذلك عن الأرقام في بيان مثلا أو في تصريح رسمي. إضافة إلى ذلك هناك تم الإعلان عن الكثير من المشاريع، ولكن كثير من المتابعين يرون بأن عديد من هذه المشاريع متعثر والسبب مالي. إذن المشكلة هي في حقيقة الأمر نحن ندرك تماما أن هناك صعوبات، وأن الصعوبات ليست كما ذكرت في البداية ليست يعني مقيدة بالحكومة، وإنما أيضا بالمتمردين من جهة أخرى. طيب يعني قبل أن نعود إلى المتمردين بسؤال أخير، لكن أسألك الآن عن موضوع الوديعة المالية بقيمة ملياري دولار. ما الذي يمكن أن تحدثه هذه الوديعة إذا تم تسليمها، ولا نعلم متى سيتم ذلك؟ الحقيقة كانت هناك الكثير من الأمور المبشرة التي تم الإعلان عنها، ولكن ما يؤسف هو أنها لم تحدث أثرا في الوضع الاقتصادي، ولا نعلم هل طبقت أو لا. فمثلا بداية تفعيل نظام السويفت العالمي أو النظام المالي للبنك المركزي، ثم بعد ذلك تم الإعلان وناقشنا قضية الحصول أو القدرة على إعادة فتح الحسابات البنك المركزي طرف البنوك الخارجية، ثم بعد ذلك ما تم الإعلان عنه من هذه الوديعة. ولكن الحقيقة ليس الوديعة فحسب، ولكن أيضا تم الإعلان عن مشروع متكامل لإعادة الإعمار، وأعلنه الأخ رئيس الجمهورية، وشكل لجنة لمتابعة هذا الموضوع. وكان يعني او يفترض ان يبدا العمل او ان تمارس هذه اللجنه او ان تبدا مباشره العمل او التطبيق لمخرجات اللقاء الذي اعلن عنه الرئيس حينذاك منذ بدايه شهر يناير هذا العام، ولكن حتى الان الحقيقه لم ندرك. يعني هناك نوع من الغموض، وخاصه هل سيتم ايداع هذا المبلغ فعلا ام ان الموضوع فقط مجرد تطمينات، وفي حال تم إيداعه هل سيكون يعني مجرد وديعة أم أنه سيكون هناك قدرة للبنك المركزي بالتصرف على الأقل الآني، أو هل ستترتب على هذه الوديعة فوائد أو لا. يعني لا توجد في حقيقة الأمر معلومات واضحة. طيب دعنا ننتقل إلى كباحث اقتصادي، بدون وجود الأرقام لا تستطيع أن تعطي صورة، لأن الاقتصاد هو يتحدث بلغة الأرقام، وبالتالي هذه هي النقطة المركزية في هذا الموضوع. تفضل. طيب دكتور يعني أستاذ حسام، الآن يعني عندما نتحدث على أداء الحكومة لابد أيضا أن نتحدث على الطرف الآخر، على أداء الميليشيات التي تقوم وآخر ما قامت به بمداهمة شركات صرافة كبرى في صنعاء، إغلاق بعض الأفرع لها. هل هذه السلوكيات تنعكس أيضا على الوضع الاقتصادي والنظام الاقتصادي بالنسبة للبلاد؟ نعم، طبيعة الحال ما قامت به الميليشيات هي تقوم بعمل قامت بعمل مدمر ابتدائي من حيث السيطرة على يعني الأصول وعلى الاحتياطيات النقدية للبنك المركزي وتحويله إلى بنك فارغ، ثم لحقه بعد ذلك طبعا سيطرة أعضاء أو أشخاص ينتسبون لهذه الجماعة على مراكز القرار داخل البنك المركزي نفسه، فغيبت الكفاءات التي كان يفترض أن تدير ولو حتى كسلطة أمر واقع، وأصبح الأمر خاضعا للمزاج الشخصي بعيدا عن القانون أو عن حتى روح القانون. طبعا العمليات ليست فقط في مداهمة والتعدي على البنوك، ولكن أيضا حتى أن وحدة الرقابة تمارس دورا يعني سلبيا جدا على البنوك المركزية. ضف إلى ذلك عمليات الدين العام الداخلي أي ارتفع إلى 5 تريليون ريال، وهذا مبلغ ضخم جدا ويكلف عوائدا عالية جدا، ويغرق ليس فقط الحكومة الحالية ولكن الحكومات المتعاقبة سيغرقها هذا المبلغ، لأنه تقريبا يكاد يعني فوائد واقساط هذا الدين ربما يأكل نسبة كبيرة جدا وعالية من إيرادات الحكومة، أي حكومة طبعا. هذه من جهة. الجهة الأخرى التسرب النقدي، هناك تسرب نقدي من العملية الاقتصادية، أي أن الأموال لا تدور داخل الاقتصاد فحسب، وإنما تتسرب لجيوب نافذين ولمصالح الحرب ومصالح غير اقتصادية. هذه هي نقطة مهمة أخرى.
وبالتالي تضافر هذه النقاط مع بعضها تؤدي إلى دور سلبي واضح. هذا من جهة فقط على العمل النقدي، أما عن العمل المالي فحدث ولا حرج، والسياسات التجارية، الضرائب، فرض المزيد من الضرائب، فرض المزيد من الإتاوات، يكاد التاجر أو حتى المواطن الذي لا يجد المرتب ولا يجد القوت ولكنه يجد العاقة الغليظة وسندات، هو بدون سندات المجهود الحربي وإلى آخره، وبالتالي هناك إجهاض للعملية الاقتصادية، عملية شلل كبير تمارس على العمل الاقتصادي وبالتالي تؤدي إلى أضعافه، وحتى في الحقيقة هي تضعف الجهود في الجهة المقابلة. الجهود الحكومة حينما تمارس مثلا ما تم عن طريق تزوير العملات، تهديد البنوك، إحراق مثلا مقر بنك الأمل الذي يقدم تمويلات لآلاف الأسر وآلاف الفقراء، إذن هذه الأعمال جميعها تؤثر ليس فقط على الجزء من النظام الاقتصادي ولكنها تؤثر عليه إجمالا. وحينما نرى الأرقام إننا نتحدث عن الشمول الأراضي ولا نتحدث عن الجزء فقط، وبالتالي هذه هي المشكلة. ضف إلى ذلك أيضا إلى جانب الاعتداءات المباشرة على الجهاز المصرفي وعمليات التزوير وإلى آخره، الحقيقة أن ما يمارس من قبل الميليشيا الحوثية هو عملية تدميرية لسمعة الاقتصاد بحد ذاته ولثقة المواطن بهذا الاقتصاد. تخيل أن هناك العشرات من محلات الصرافة دون ترخيص، وهناك عمليات تتم من وراء الطاولة، أي أن ما يتم في الاقتصاد يتم اقتصاد موازي تماما للعملية الاقتصادية، وهذا الاقتصاد الموازي هو بعيد عن الحساب أو بعيد عن الضوء، لا نعرف عنه الكثير. هناك شركات تم إنشائها وهمية كبيرة جدا، هناك عمليات غسيل أموال، يعني إذا الحقيقة أنه ليس فقط ما يتم ما نشاهده هي ربما آثار ومظاهر، وليست فقط هي الممارسات الكاملة، هي جزء بسيط من هذه الممارسات التي تضر بسمعة الاقتصاد وتؤثر على الريال، تؤثر على قوة المواطن، تؤثر على سمعة الاقتصاد بشكل عام، وبالتالي ليست عملية محدودة أو صغيرة، هي عملية كبيرة وتؤثر في الحقيقة على أداء الحكومة. أشكرك أستاذ حسام السعيدي الباحث الاقتصادي، كنت معنا عبر الهاتف من أنقرة على تواجدك معنا. مشاهدينا الكرام، وقبل أن نستكمل النقاش في هذه الحلقة نذهب إلى فاصل قصير، تفضلوا بالبقاء معنا. مجدد الترحيب بكم مشاهدينا الكرام إلى هذه الحلقة من المساء اليمني، كما أرحب بضيف الذي انضم لنا عبر الهاتف من عدن الصحفي أدهم فهد. أهلا بك أستاذ أدهم. أهلا، حياكم الله. إذن أستاذ أدهم، أنت الآن في العاصمة المؤقتة، كيف هي آراء الناس حول أداء الحكومة في الجانب الاقتصادي، أداء البنك المركزي فيما يتعلق بسعر الصرف وما شابه؟ نعم، هناك حالات استعارة ما تجتاح المواطنين في العاصمة، صراحة الجزء المدني منهم يستلم من راتبهم بانتظام، لكن فعليا هذه الراتب لم تعد تفيد الغرض. المرتبات الليبيه اللي اليوم انهار، ما يستلم الموظف الحكومي يعد يتجاوز 200. هناك وضع مؤسف. اما بالنسبه لوجود البنك المركزي، فقد اصبح البنك المركزي له دور شكلي فقط لا غير بحسب اراء الاقتصاديين. البنك المركزي ليس له دور كامل ومحوري، اما منذ ان تم نشره قبل اكثر من عام، ودوره مجرد دور شكلي فقط. لا يكفينا من الدور هذا، من الدور الشكلي، رغم ان وزير الماليه ومحافظ البنك المركزي وكل قيادة الدولة التي تختص هذه موجودة خارج العاصمة المؤقتة عدن. طيب ماذا عن اداء البنوك في العاصمة المؤقتة؟ هل تجري العمليات المالية بسلاسة؟ هل يعني تتواجد الشركة، يعني محلات الصرافة تنساب العملية المالية بشكل جيد، ام ان هناك معوقات كما نسمع في الأخبار القادمة من صنعاء؟ أما بالنسبة لمحلات الصرافة، محلات أصبحت تنافس محلات البقالة وغيرها، محلات الصرافة أصبحت بكثرة في كل شارع، يمكنك أن تجد 3 إلى 10 ممكن في بعض الشوارع في عدن هذه المحلات فتحت بشكل غير مرخص وتمارس المضاربة بالعملة بشكل مخزي بذل عجز الحكومة عن إغلاق هذه المحلات. قامت نيابة الأموال العامة قبل فترة بسيطة بإغلاق مجموعة من المحلات، لكننا شاهدناها قامت بالفتح مستغلة علاقة هذه الناشرين، وأساسا
نأسف للقول بأن قد هذه المحلات تتبع جهات ناشرة بالدولة أو آخرين تبقى لديهم معرفة بناشرين. طيب بالنسبة للوضع في العاصمة المؤقتة والتعامل الناس مع الملف الاقتصادي، كيف هي الأمور من هذا الجانب؟ كيف بالنسبة للناس والناس في العاصمة المؤقتة عادة لا يختلف عن باقي المحافظات إلا في بعض الأمور مثل صرف الجزء المدني من المنطقة في عدن تصرف رأسه بانتظام. أما بالنسبة للعسكريين، العسكريين يستلمون بمرتباتهم بنفس النمط الذي تصرف في كل المحافظات. خلال هذه الأيام تصرف الحكومة الشرعية مرتب جديد، هو مرتب شهر يونيو من العام 2017. تدبير القوات المسلحة والحمل التابعين للشرعية من 17 إلى اليوم من هذا يناير 2018 لم يتصل 6 رواتب من أصل 12 راتب. طيب يمكنكم يمكن للمتابعة لهذا أن يقني أن يعرف مدى المعاناة لدى المواطنين. أما بالنسبة للمدنيين الذين يتسلمون راتبهم بانتظام، هذا الراتب لم يعد يكفي لمقتضيات الحياة الرئيسية. هناك غلاء فاحش ارتفاع الأسعار 30-40% بين الحين والآخر عندما تنهار مثل ما حدث مؤقتا. لقى بعض تدبير الجملة إلى غلاق محلاتهم، وذلك بانتظار استقرار أو استقرار نسبي للعملة. أيضا هذا الوضع لا يؤثر فقط على المواطنين المتسلسل، فقط حتى على مثل تجار الجملة هم الآخرين يشكون من هذا الانهيار الذي تسبب بتقلص رؤوس أموالهم. هذا الانهيار الذي تشهده اليمن عموما والعاصمة المؤقتة على وجه التحديد هو انهيار ليس له أي مثيل في السابق. ينذر بكارثة، قد نستطيع القول بأن اليمنيين قتلوا على مشارف مجاعة في حال لم تتدخل الحكومة. وأساسا نحن نعي ونعرف أن الحكومة الشرعية عاجزة عن إيجاد حلول لهذه المشكلة العويصة، لكن الآمال تتوجه نحو التحالف العربي وفي مقدمة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات. كثيرا ما نسمع في وسائل الإعلام الرسمية عن تعهدات ووعود منها من تلك الدول بإنقاذ الريال اليمني عبر وضع وداع مالية، لكن على الأسف الشديد كل تلك الوعود هي مجرد الاستهلاك الإعلامي حتى ما نرى ونشاهد. وبالأخير المواطن البسيط، المواطن اليمني هو من يدفع هذا الثمن. المواطن يدفع الثمن في قتال الجبهات وقتال الميليشيات، وأيضا الذي في المدينة يدفع هذا الثمن في معركة اقتصادية، معركة البترول التي قد تموت من البعقد إذا ما استمرت هذه الأزمة بنفس هذه الوتيرة المتسارعة. طيب أدهم، يعني بسؤال أخير، كم هو سعر صرف الريال أو سعر صرف الدولار أمام الريال في عدن؟ سعر الريال طبعا سعر متفاوت مع كثرة محلات الصرافة، لا يمكن السيطرة على سعره. يعني ممكن أن نقول 460 ريال يمني مقابل الدولار الأمريكي الواحد، يبدأ من 460 ويصل إلى 475 ريال سعودي. يبدأ قيمة صرفه من 123 ووصل إلى 135. ما يجري العملة هي عملية مضاربة وليست هناك أي ضوابط أو أسعار رسمية محددة من البنك المركزي. البنك المركزي طبعا قبل أشهر قام بالاجتماع مع مدراء البنوك الأهلية وملاك المصارف، وتم الاتفاق على تحديد سعر معين للدولار والريال السعودي على أن لا يتجاوز 300 والسعودي مقابل لا يتجاوز 90 أو 85. لكن تلك الاجتماع لم يتواصل تنفيذه أكثر من أسبوع واحد. أشكرك أدهم فهد الصحفي، كنت معنا عبر الهاتف من عدن على تواجدك معنا. أرحب الآن مشاهدينا الكرام بصحفي الاقتصادي الأستاذ محمد الجماعي الذي انضم لنا عبر الهاتف أيضا. أهلا بك أستاذ محمد. أهلا وسهلا. إذن أستاذ محمد، سعر صرف الدولار اقترب من حاجز 500 ريال، كيف تتابع وصوله إلى هذا الحاجز؟ أعتقد أن وصوله طبيعي، وكان بعض المحللين والخبراء الاقتصاديين قد يعني ذكرنا الموضوع قبل مدة عندما قال أنه سيصل إلى 500 ريال. والسبب في ذلك أنه الحال لم يتغير منذ الوعد المملكة العربية السعودية مطلع 2017،
وثم مطلع 2018 يعني اخر 2017 بالوديعه الملياريه والتي كانت ربما ستساهم الى حد كبير في اعاده الدولار الى حاجز 300 ريال واقل من ذلك. وسيظل الوضع مثل ما هو عليه الان طالما وهناك عده عوامل تساهم في ذلك، من اهمها عدم فتح المجال واسعا امام سيطره امام اعاده تصدير النفط، وقبل ذلك بقية المحافظات التي لم تفعل بنوكها المركزية لم يعني تورد الأموال إلى البنك المركزي في عدن، وبقى الوضع الدولي محاصرا للحكومة إلى حد ما في ما يخص الاحتياط النقدي وفتح الحسابات في الخارج والإقرار بنقل البنك المركزي في عدن وصوابيته كونيه قرارا يمنيا خالصا. طيب الآن يعني أمام كل هذه الإشكالات، أمام الوضع الاقتصادي الصعب الذي يعيشه الناس، من يعني يتحمل المسؤولية في الوضع الاقتصادي الذي وصل إليه؟ الشرعية، الميليشيا، الحكومة في عدن، البنك المركزي، من؟ لا مقارنة في هذا الموضوع. سبب كل ما حدث الآن هو الانقلاب والميليشيات، والاقتصاد لم يكن قائما قبل عام أو عامين منذ تولت الحكومة الموضوع، وإنما انهار الاقتصاد في نهاية 2014. تعلم أن اليمن كانت تصدر أكثر من 100,000 برميل يوميا في حكومة باسندوا، وأن الدولار سعره لم يزيد على 215 ريال، ثم بعد ذلك حدد ب 250 ريال، لكن كان اقتصادا يعني على واقفا على قدميه، يترنح أحيانا تعجيز الموازنة العامة للدولة، لكن لا يصل الأمر إلى أن لا يكون هناك حارس لا للنقد ولا للتعامل ولا للقانون، ولا يوجد من يقوم بذلك. الحكومة استلمت بنكا مركزيا خاويا، حاولت إعادة الثقة بالمصرف اليمني المركزي كونه أمام العالم يجب أن يبقى للمستوردين اليمنيين الذين هم الآن عماد اقتصاد البلد، يجب أن يبقى لهم سند في الخارج. وبالتالي أنت تعرف أن موازنة أن أكثر من نصف يعني الموارد اليمنية كلها تحت يعني يد ميليشيا الحوثي، ولهذا نحن نحمل الحكومة يعني نتائج وكوارث ما فعله الانقلابيون، أمر يعني غير منطقي. لكننا نشد ونطالب الحكومة أن تتخذ إجراءات وأن تغامر في هذا المجال مثل ما طيب. تقدمت قبل ذلك في موضوع أستاذ محمد المركزي، يعني الآن معركة مواجهة الانقلاب هي معركة ربما على عدد من الأصعدة، سياسية عسكرية، هناك الجانب الاقتصادي الذي يبدو أن المعركة لم تحسم فيه بعد باعتبار أن البنك المركزي لم ينقل بشكل كامل إلى عدن. أنت تتحدث على موضوع الحسابات في الخارج ويعني عرقلت الأطراف الدولية لهذا الأمر، في حال أن الحسابات في الخارج لا زالت بيد ميليشيات الحوثي، عندما نتحدث عن وديعة سعودية ستذهب إلى هذه الحسابات، أليس كذلك؟ ليست بيد ميليشيا الحوثي، وإنما مجمدة بقرار من الحكومة سابقا. رئيس الوزراء أرسل خطابا مباشرا إلى صندوق النقد الدولي أنه يعني أوقف التعاملات بتوقيع. نعم، من رئيس الوزراء؟ أحمد عبيد بن داغر، بإيقاف التعامل، وكان ذلك في شهر 8 أو شهر 7 2015 16 قبل نقل البنك المركزي بشهر واحد، إيقاف التعامل بتوقيع محافظ البنك المركزي بن همام في وقتها، نظرا ورد بن همام برسالة إلى رئيس الجمهورية ونشرت في وسائل الإعلام يرد على اتهامات رئيس الوزراء له، لكن الأمر كشف على الملأ عندما يعني حاول طباعة عملة بعيدا عن أعين الدولة وهدد بثورة. ماذا عن الآن طيب؟ وما إلى ذلك. نعم، ماذا عن الآن؟ لماذا يعني ما الذي يمنع الحكومة من إرسال خطاب مماثل يطلب فيه اعتماد توقيع مصر القعيد؟ الحكومة قد تقدمت بطلب، ورئيس الجمهورية ذهب بنفسه إلى هناك ووعد بفتح هذه الحسابات، بل وربما البنك المركزي الفيدرالي الأمريكي بدأ من جهته يعني فك الحظر على الحسابات اليمنية في الخارج. وأنا أعتقد أن بقاء منصب القعيطي وهو وزير المالية خارج البلد يساهم إلى حد كبير في تحسين الصورة، وللعلم الجميع أنهم بقوا أكثر من شهرين إلى 3 أشهر بعد قرار نقل البنك
لإقناع المؤسسات المالية العالمية أن هناك وضع مشوه في اليمن ويجب أن يعاد إلى نصابه. لابد أن تكون الصورة واضحة للجميع، هذه حكومة والعالم معترف بها جميعا، يجب أن يكون وعاها المالي بيدها. يعني من خلال المعلومات التي تقولها يبدو أن لديك اطلاع أستاذ محمد، عندما نتواصل نحن مع الجهات في البنك المركزي لا يتم يعني التعاون معنا في هذا الخصوص، وظهورهم على وسائل الإعلام يبدو أن هناك تعميمات بمنعهم من ذلك. أنت لديك على ما يبدو معلومات، ما الذي يعني يعرقل الحكومة أو البنك المركزي إلى الآن من يعني حسم هذه المسألة بعد أكثر من عام على قرار نقل البنك إلى عدن؟ أنا يعني بحكم يعني أنني أقيم في عدن أتواصل مع الكثير يوميا، ويعني يحصل صد كبير في كثير من الأحيان، لا يوجد لديهم معلومات أيضا. يوجد تكتم على عمل الحكومة في هذا الموضوع، ويوجد أيضا ضعف، وإلا لماذا لا يكون البنك المركزي يعني لديه ناطق إعلامي أو صفحة يعني يتواصل بها مع وسائل الإعلام، لأننا في مرحلة حرب وليست هناك سياسة اقتصادية خافية على أحد، العالم يعرف أن الميليشيات تعبث بكل شيء. ونحن أنا تكلمت أيضا مع رئيس الوزراء مباشرة، وهو أيضا يعني لامس هذا الهم، ويعني أمر وزارة المالية في أحد مقالاته ووجهها بوزارة المالية والبنك المركزي بعرض الأرقام والأموال والتصرف والإيرادات وغيرها على مجلس الشورى ومجلس النواب، ولو حتى عن طريق المراسلات. يعني هناك دولة تعود من جديد، وهناك ضعف في كثير من الجوانب، وعبر وسائل الإعلام تساهم أيضا إلى حد كبير في كشف الكثير من الأوراق في بخصوص الجانب المالي. هي معركة والجميع يخوضها، والاقتصاد أحد أهم عواملها. وأنا أعتقد أخي الكريم، ولو أطلت عليك، أن الحكومة في المجال الاقتصادي تخوض صراع يعني لا يقل أهمية عن ما يجري في جبهة نعم وفي شبوة وفي الجوف وفي صرواح وفي غيرها من الأماكن، وهناك انتصارات في هذا الميدان. والدليل على ذلك هو الجنون الذي يصبغ أعمال ميليشيا الحوثي في الآونة الأخيرة، وتهديدهم بقطع التجارة العالمية عن طريق البحر الأحمر، والآن سطوهم على المصارف الشهيرة والرسمية في صنعاء. إذا أشكرك أستاذ محمد الجماعي الصحفي الاقتصادي، كنت معنا عبر الهاتف، ونرجو أن يكون هناك أيضا يعني أن تكون هناك دلائل رقمية وبيانات واضحة يقدمها البنك المركزي والحكومة لهذه الانتصارات في الجانب الاقتصادي إن صح التعبير. أشكرك أستاذ محمد، كما أشكر جميع الضيوف الذين كانوا معنا في حلقة اليوم، وأشكركم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة والإنصات. في ختام هذه الحلقة تقبلوا تحياتي وتحيات الزملاء أسامة عادل ومحمد المقبلي وجميع أفراد الطاقم الفني، في أمان الله.